pas cautionné la cassure de la JSK. Mais là, elle a dépensé 4 milliards. Oui. Parce qu'il goule que 7 milliards, 8 milliards, 50 milliards, il dit boum, alors que. Il est à 4 milliards. Ils veulent voter sur Mellel. Alors je suis sorti. Voilà, c'est tout. Ah oui, moi j'accepte pas. هذا الفيديو دار حالة في مواقع التواصل الاجتماعي يا جماعة. لايك على الفيديو، ابوني في القناة وتركنا تعليق لما قاله حناشي ربي يرحمه، وترحموا ليه من المنبر هذا لازم تفكروا ساعة ترحموا على حناشي ربي يرحمه. المهم هذا من رجال القلائل اللي كانوا يخدموا جياسك يا جماعة بلا ما يهربوا ويخليوا لي كيف في وقت حساس يا جماعة. لازم الكل يعمل كيما خدم وصبر حناشي وكان يسلف ليكيب واعره باه دير يجي وليكيب باه تكون قوي صح، لازم تكون في المواقف الصعبه. هذا هو الفيديو، ابوني في القناه، لايك على الفيديو واترك لنا تعليق يا جماعه، ولازم نوقفوا مع شبيبه القبائل، الشبيبه لن تغرق، بربي ان شاء الله فيها خير يا جماعه. هذا هو الفيديو، سلام خاوتي.